جاني الوجع، ما كنتش انا اصلا كنت غنولد في 6 شهور و15 يوم. جاني الوجع ومشيت للسبيطار وشدوني نولد في سبيطار هاروشي 6 شهور و15 يوم وسيمانه وانا في الانعاش. خرجوني من الانعاش بركت 5 ايام وانا في الانعاش. يا واختي انت كتشوفي ولات 4 البنيات وعندي وليد عنده 6 سنين، وانت اختي كتشوفي الحاله كيفاش دايره. اختي 4 البنيات بزاف الحمد لله. اختي حسيت بالفرحه وحسيت اختي عطاهم لي الله، حامده بهم الله وشاكره بهم الله، وخا ما عنديش وما ما في حاليش. اختي كتشوفي الظروف كي دايره، راجلي حارس ليلي في واحد الشركه صغيره، حارس ليلي مره يخدم مره يقولوا لي صافي سهلت الكونطرا. واختي انت كتشوفي كلشي على عينيك، وانا كاريه بيت. اختي هاتي كتشوفي كاريه بيت، اخت وعدوسي معايا حتى هي شاده بيت ومع لوسي تا هو كبير. اختي كتشوفي الحاله كي دايره ومفحالناش. ودوك 4 البنيات اختي دابا شادينهم ليا في القرعه. واختي كنطلب من المحسنين والناس يعاونوني وجلاله الملك تعاوني اختي على هاد البنيات. واختي اختي كتشجي على عينيك وشتي الحاله كلشي. اختي كنطلب من الله والمحسنين اللي شافني اختي يعاوني على دوك البنيات. اختي اختي بزاف بزاف، واكثر يا اختي واحد البنيه اختي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اختي لا اله الا الله مريض. اختي البارحه قالت لي الطبيبه اختي قالت لي تمنوا خير وصافي. اختي انت كتشوف اختي كلشي على عينيك، ما عديش اختي فين نجلس والدري بدا تيكبر. انت اختي كتشوفي ناس على الداري، انت كتشوف اختي كلشي على عينيك. اختي اختي نعسى على سدارة وتي الدري بدا كيكبر والدريات ما عديش. اختي ما عديش السكن، ما عديش فين نحطهم. اختي كارية والموضو اختي وانا جالسة والراجل اللي جابو الله اختي كناكلو ودوك الدريات ما عديش اختي باش نعيشهم. انت كنشوف اختي اختي صعيبة اختي، وكنحمد ربي وشكرتو بيه. اختي ما عديش فين، ما عديش تافين نجلسهم اختي. عديش اختي جاو عدي صحاب الجمعيات اختي بغاو يدخلوا يصوروا، وقال لهم اختي ممنوع. قالوا بغا نعاونوا هاد السيده اختي، ومشاو اختي وما بقاوش رجعوا. قالت لي اختي ما قدروش اختي الدريات بغاو يصوروهم بغا يشوفوهم. جات اختي عدي واحد المحسنه بغات تعاونني اختي، مشات ما بقاتش رجعت اختي. داكشي يا كلام ما كاينش اختي. هاتي الوليدات ما عديش شادينهم ليا اختي. قالك اختي ما عندهمش اختي فيهم كيلو كيلو 200 كيلو 100. الدري اختي الصغيره فيها 840 840 اختي راه ما فوت نص كيلو واحد شويه. اختي اختي هاد البنيات اللي جاتو ما نقتلهم انا، ما عديش فين ما عدي الريحه اختي والضيق، وما عديش فين نحطهم، ما عديش فين نجلسهم، ما عديش اختي حتى باش نشري لهم تحك الحليبه. الناس اللي عاونوني باش شريت لهم الحليب، شريت لهم 7 الحكاك ديال الحليب اختي. كنبغي نقول لي جلاله الملك عاوني اختي، يساعدني اختي على هاد البنيات. الله يخلي لي صحيحته ويشافيه ويخلي لي الاسره ديالو اختي، ويعاونني اختي ومن الناس المحسنين اللي شافوني اختي يعاونوني على هاد البنيات اختي. واللي ما ساقش اختي راه في النمره 4 في سبيطار الهاروشي اختي.